أنا محمد شريف عودي، أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في إسرائيل. الجماعة الإسلامية الأحمدية هي حركة تجديدية في الإسلام، أسست سنة 1889 في بلدة قاديان في مقاطعة البنجاب في الهند على يد حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام. المؤسس لم يأتي بدين جديد، بل جاء ليصحح المفاهيم الخاطئة الدخيلة على الدين. هو جاء ليصحح المفاهيم التي وقفت حجر عثرة بين التفاهم بين أهل الديانات. هو جاء ليصحح المفاهيم التي حولت الدين لمصدر للعنف والكراهية والأحقاد، بدلا من أن يكون الدين مصدر للحب والسعادة والوئام. وجاء لصحح المفاهيم والتفسير التي جعلت من الدين عبادة أوثان جديدة. هو أول شيء قال للمسلمين أن هذا الفهم، أن الإسلام انتشر بحد السيف، هذا فهم خاطئ وليس له أصل في القرآن. القرآن لم يذكر كلمة جهاد بحالة قتال، بل وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن الكريم. الجهاد كلمة مصدر لتعمل جهد طاقتك لعمل الخير، أولا لمحاربة النفس الأمارة، ثم الدعوة إلى الخير، ثم الدفاع عن النفس، وهذا ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الجهاد الآخر هو الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. القرآن يقول لأن القرآن بشكل واضح وصريح في آية قصيرة جدا تقول لا إكراه في الدين. والقرآن يحتم علينا كمسلمين ويعلمنا حسن الحوار بين أهل الديانات أهل الكتاب، ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا يكلمني فقط على حسن الحوار مع أهل الكتاب، هو يعلمني كيف أتخلص من كل الكراهيات والأحقاد. هذا علاج لكل العالم بين الأقوام وحتى في الأسرة الواحدة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لأن المحبة، قوة المحبة هي التي تنتصر على قوة الكراهية. الكراهية هي قوة ضعيفة جدا، فبالمحبة نستطيع أن ننتصر على كل حقد وكراهية وضغائن. قوة الكراهية ضعيفة. And the power of the hatred is weak, is not strong. الإنسان لمن يحب فهو يضحي من أجل من يحب وليس من أجل من يكره. So that's the thing. المؤسس حضرة ميرزا غلام أحمد على هذه القاعدة القرآنية قال حب الإنسانية واجبي، أنا أحب جميع خلق الله كما تحب الأم الرؤوم أبنائها، بل أكثر من ذلك. الأم خلاص. فمن هنا الجهاد، امتحان الجهاد، هل نحن خاصة الرجال نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، إلى حب الأم لأبنائها؟ فمن هنا نحن هكذا نعيش طبعا. وهذه الرسالة التي نبثها للجميع. فالكبابير هذا الحي قبل قيام دولة إسرائيل وبعد قيام دولة إسرائيل نموذج للتعايش المشترك بين أهل الديانات جميعا. بحيفة طبعا الجماعة وأفراد الجماعة يعيشون في احترام، يعني في تعايش، يعني من تعامل مع من رئيس بلدية ومن المجتمع الحفاوي. طبعا هو مجتمع نموذجي، وأتمنى أن تكون حيفا نموذج لباقي المدن في العالم كيف يعيشون فيها من كل الطوائف من كل الأديان بمحبة وألفة وطمأنينة. طبعا كل نشاط، يعني ليس فقط في عيد الأعياد، يعني عيد الأعياد، وأنا أشترك أيضا بعضو في مجلس رؤساء الأديان في إسرائيل، كل نشاط يقرب بين الناس هذا واجبنا، ويجب أن نشترك في مثل هذه
المناسبات. النقاش الذي سوف يكون في الشهر القادم في 3 يناير عن مشكلة المقدسات، أن يجب أن نحمي المقدسات لكل الأديان في هذه البلاد. مثلا كان حملة الربانيم أو اللي حرضوا بدأوا تحريض ضد العرب أو ضد تأجير العرب في صفد، أيضا تحركنا في هذا الموضوع، وخاصة مع الراف جولان والراف خيون وبعض الربانيين المعتدلين. يعني في هناك منظمة صغيرة في حيفا، وفي المنظمة الأرتسيت في الدولة كلها اللي هي بتجتمع رؤساء الأديان من كل الطوائف. عندما التقينا دعينا للقاء رئيس الدولة في حيفا، عندما نصب لهذا المنصب رئيس الدولة، فجاء لزيارة حيفا وطلب مني أن أتحدث للرئيس، فقلت له أن حيفا نموذج للتعايش، لا نرى أي مدينة مثل حيفا. وسألت نفسي لماذا حيفا؟ هذا هو سؤالك، لماذا حيفا بالذات؟ فقلت له أني أعرف في التقاليد اليهودية يوجد 36 قديس مخفيين دائما موجودين، لكنهم مخفيين، فأنا اكتشفت 2 منهم هنا في حيفا. الأول الراف شعر يشوفا كوهين، لأنه دائما يتحدث في التعايش والمحبة والسلام، والآخر هو رئيس البلدية، لأنه يعمل في حسب الأمر الإلهي في التوراة: لا تضطهد الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، هكذا لأنكم اضطهدتم في مصر. فالعدل دائما والإحسان، وأنا أقول أكثر من ذلك، ليس فقط العدل، العدل ممكن نتشاجر على العدل، لابد أن نحسن مما عندنا للآخر. وعندما نصل إلى الدرجة ليس فقط الإحسان، بل أن نعطي كما تعطي الأم الرؤوم أبنائها، بل يعني بدون انتظار لشكر من هذا الطفل. وهذا ما أركز عليه في كل لقاءاتي: المؤمن الحق هو الذي يعمل ليل نهار لإسعاد الآخر. One personal question. Which is, you were quoting the Quran just now. You quoted a sentence from the Quran. Which is the most significant part of the Quran in which you can find an inspiration for a coexistence and respect for everybody? Can you tell me the quotation? موجودة في الرسالة in the beginning. You write it down afterwards. I would like you to say that. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. You can't give him. I don't want to act like, you know, in a bad way, so I have to take this. No, the letter. The letter. I have it here. I have it here. No. And which surah is it? O people of the book, come to a word equal between us and you. The first page? First page here. Second paragraph, the second... Yes. Second line. Say, O people of the book, come to a word equal between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partner with Him, and that some of us take not others for lords beside Allah. Allah is, you know, God, you know, in Arabic. يعني فعلا عندما نحن نؤمن بأن الله هو رب العالمين وهو خلق كل هذه المخلوقات، فيجب أن نحب خلق الله حتى لو أنه اختلف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يلا طاهر اقرأ. قول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. This is part of our work.
and how what we do in the Ahmadiyya Muslim community. Here in your right hand, left hand, this is the translation of the Holy Quran in 56 languages, full translation. And here you have a chosen verses to 120 languages, including Hebrew and Yiddish and different, you know, different languages. So, and these, you know, the picture of the founder of the Ahmadiyya Muslim community and the caliphs who came after him. And that's, you know, in different languages. It said Urdu, Italian here. There's one Italian one. Japanese, the language, English, Danish, any language you have. And it's like 56 languages. And here is the, we have a selected saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to 120 languages. We have all these, you know, the, what they call it, the hadith in Islam. And these, you know, we chose some of the of the saying of the Prophet Muhammad.